رفض وزير الخارجية اليمني رياض ياسين المبادرة التي قدمها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لوقف القتال بين الفصائل اليمنية المتناحرة وإجراء محادثات سلام. وقال ياسين في مؤتمر صحفي عقده الأحد في لندن إن صالح لن يكون جزءا من أي محادثات سياسية في اليمن. طلب علي عبد الله صالح هذا مرفوض وغير مقبول بعد كل هذا التدمير، ليس من حقه أن يطلب ذلك وليس مقبولا أيضا. وقال ياسين إن عملية عاصفة الحزم لم تنتهي وإنه لن يكون هناك أي تعامل مع الحوثيين حتى ينسحبوا من المناطق التي يسيطرون عليها مثل العاصمة صنعاء، وأضاف أنه لن تكون هناك حاجة لكي ينشر التحالف قوات برية في اليمن لأن 70% من اليمن ليس تحت سيطرة الحوثيين أو صالح. وشهد اليمن يوم الأحد غارات جوية وقصفا بحريا وقتالا بريا في بعض من أوسع المعارك انتشارا منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية الشهر الماضي للتصدي لجماعة الحوثي الشيعية المتحالفة مع إيران. وقال سكان إن ما لا يقل عن 5 غارات جوية نفذت في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون فجر الأحد، بينما قصفت سفن حربية منطقة قرب ميناء عدن الجنوبي، فيما تصاعدت الاشتباكات بين المقاتلين الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والمسلحين الحوثيين والموالين لصالح في أحياء عدن. وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنهي عملية عاصفة الحزم المستمرة منذ شهر ضد الحوثيين الذين سيطروا على مناطق واسعة من اليمن، وأنها ستدعم أي حل سياسي لإحلال السلام في البلاد، لكن قوات التحالف واصلت قصف أهداف داخل اليمن بعد الإعلان. محمد مجدي، رويترز.